الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار دولار وثلاثين سنتا ليصل إلى 77 دولارا و96 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار دولار و25 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و26 سنتا للبرميل. أكد خبراء اقتصاديون أن أسعار اللحوم الحمراء تواصل ارتفاعها غير المسبوق في العراق، ووصل سعر كيلو الجرام للحم الغنم إلى 22 ألف دينار، أي ما يقارب 15 دولارا أمريكيا، و 18 ألف دينار بنحو 12 دولار للحم الأبقار، رغم إعلان وزارة الزراعة استيراد 25 ألف عجل في محاولة لخفض الأسعار. وبدأت اللحوم تغيب عن الموائد الرمضانية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لعدم القدرة المالية على شرائها، في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية غلاء ملحوظا في الأسعار مع حلول شهر رمضان كما هو الحال في كل عام. أنذرت إدارة النقد الدولي بنك السودان المركزي 84 شركة تصدير بالحظر المصرفي الشامل لتهربها من سداد حصائل الصادرات. وأمهل البنك المركزي السوداني في منشور عممه على المصارف التجارية العاملة كافة، أنذر الشركات التي شملها القرار وأعطاها شهرا لسداد العائدات والصادرات التي قامت بجنيها. ووجه البنك المصارف بمباشرة تطبيق الحظر المصرفي عليها بعد انتهاء المهلة المقررة، مبررا الخطوة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. ارتفع معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر شباط الماضي ليصل إلى 3.2%، صعودا من 3.1% في الشهر السابق له. وجاء في بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكية أن أسعار المستهلك ارتفعت إلى 3.2% خلال الشهر الماضي بارتفاع طفيف عن معدل شهر كانون الثاني السابق له البالغ 3.1%. ورغم ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، إلا أن مسار الأسعار المستهلك تسجل تراجعا منذ أن بلغت ذروتها بمعدل سنوي قدره 9.1% في منتصف عام 2022. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها للنمو المعروض من النفط في عام 2024 بمقدار 100,000 برميل يوميا مقارنة بتقرير شهر آذار ليصبح 1,100,000 برميل نفط. في المقابل، أبقت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بلا تغيير عن تقرير الشهر الماضي عند 1,200,000 برميل يوميا. ووفق تقرير أوبك، أظهرت 7 مصادر ثانوية معتمدة من قبل المنظمة ارتفاع إنتاج دول أوبك في شباط بنحو 203,000 برميل يوميا إلى 26,600,000 برميل، بقيادة ليبيا التي رفعت ضخها خلال الشهر الماضي بمقدار 144,000 برميل يوميا. بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
الختام الموجز للقاء.